الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الدرس معنا اليوم بارك الله كذا يقول: رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. ما معنى رتب؟ يعني الآن انظر معي للسبورة الآن. يا شيخ عزام، يا شيخ صادق، يا شيخ عبد اللطيف، شيخ محمد، شيخ رياض، شيخ زياد، ما معنى كلمة رتب؟ رتب يعني مثلا الآن معنى مثلا هنا حالك، وهنا أخي، وهنا يا، وهنا كيف. انظر معي الآن، هنا مكتوب حالك، هنا أخي، هنا يا، هنا كيف. هذه يعني لو الآن أقول حالك أخي يا كيف، هل هذا كلام؟ لا، ليس كلاما، هذا كلام غير صحيح. طيب، لكن نريد الآن ترتيب، يعني arrange، يعني order، نظام. ماذا نفعل؟ نقول كيف حالك يا أخي. الآن كيف حالك يا أخي، هكذا. الآن في ترتيب الآن، كيف حالك يا أخي. فنريد نفس الشيء، واضح شيخ رياض، شيخ رضوان، شيخ زياد، شيخ محمد أزهار؟ واضح السؤال. طيب، فالآن مثلا أقول لك إيش؟ اسمك أخي يا ما، تقول ما اسمك يا أخي. مثلا تقول الحمد بعدها بخير بعدها أنا بعدها لله، فنقول الحمد لله أنا بخير، أو أنا بخير الحمد لله، هكذا. فنريد الآن أن ننظر هنا. طيب، أول شيء مكتوب يا كيف أخي أنت. شيخ عزام، ماذا نقول؟ شيخ عزام اسمعني، طيب شيخ رضوان، كيف يا أخي أنت؟ أيوة، كيف أنت يا أخي، صحيح. طيب الشيخ عبد اللطيف، طيب الشيخ رياض، أنا من فرنسا. نعم، فرنسا من أنا، فتقول أنا من فرنسا، أحسنت. طيب شيخ رياض، عندنا إنجلترا أعيش في، طبعا إنجلترا يعني إنجلاند، يعني بريتين، لندن يعني. تقول أعيش في إنجلترا، أحسنت، أعيش في إنجلترا. طيب الشيخ محمد أزهار، أنا بخير والحمد لله.
أنا بخير والحمد لله. أحسنت، نعم. طيب جميل. ها. الشيخ صادق. بلغت من عمري 20 عاماً. أحسنت، بلغت من عمري 20 عاماً. شيخ زياد. أهلا 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 بك وسهلا. أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. نعم. طيب نذهب للشيخ عزام. يا أخي ما اسمك؟ أحسن، يا أخي ما اسمك، أو تقول ما اسمك يا أخي، صح؟ نعم أستاذ. طيب جميل. طيب الشيخ عبد اللطيف تفضل. بارك الله بارك الله فيك. بارك الله فيك، نعم صحيح. طيب ننتقل يا إخوة التدريب الثاني. التدريب الثاني بارك الله فيكم. يقول هنا شارك زملائك في محاكاة الحوار التالي. قلنا محاكاة يعني إيش؟ يعني تفعل مثل. قلت لك مثلا الولد الصغير بيبي، تقول له بابا، يقول لك بابا. يقول له كيف حالك، يقول لك كيف حالك. هو يفعل نفس الشيء مثلك، فهذا اسمه محاكاة. هو نفس الشيء، يقول لك جملة مثل هذا ويريد منك أن تكتب نفس الشيء، يعني زياد خالد. فيقول هنا ما اسمك يا أخي، فيقول اسمي زياد، وأنت ما اسمك يا أخي، فيقول اسمي خالد. طبعا يا إخوة هذا مذكر. طيب لكن المؤنث هنا أشوف فاطمة وهنا خديجة، فيقول ما اسمك يا أختي. المؤنث نقول ما اسمك، لكن المذكر نقول ما اسمك. طيب فهنا يقول ما اسمك يا أختي، فتقول اسمي فاطمة. طيب وأنت ما اسمك يا أختي. شوف يا إخوة المذكر وأنت، لكن المؤنث وأنت. المذكر ما اسمك، المؤنث ما اسمك، وهكذا. طيب فيقول هنا اسمي. طبعا المذكر والمؤنث نقول اسمي، يعني شوف معي الآن، يعني الآن لما أكلم رجلا مذكرا أقول له ما اسمك، يا أخي. ولما أكلم امرأة أقول لها ما اسمك، يا أختي. شوفونا بارك الله فيكم، المذكر تقول مس موكا، والمؤنث مس موكي يا أختي. طيب كيف الجواب؟ أنا محمد، فتقول اسمي محمد. المذكر نقول اسمي، والمؤنث تقول أيضا اسمي، يعني محمد يقول إيش؟ اسمي محمد، والمؤنث المذكر عفوا يقول اسمي محمد، والمؤنث تقول اسمي فاطمة.
فالمذكر يتكلم يقول اسمي، والمؤنث تتكلم تقول أيضا اسمي، وهكذا. نقول هنا اسمي محمد، وهنا اسمي فاطمة، هذا مذكر وهذا مؤنث. طيب، فهنا بارك الله فيكم، الإخوة الكرام، واضح يا إخوة؟ واضح يا أستاذ. طيب، هنا علي ومحمود، علي ومحمود، فممكن نقول إيش؟ ها، نفس الشيء، نقول ما اسمك ولا ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ نعم، ما اسمك يا أخي؟ ها، فيقول إيش؟ اسمي علي. ها، اسمي علي، وأنت؟ يقول وأنت ولا وأنت؟ وأنت ما اسمك يا أخي؟ أنت ما اسمك يا أخي؟ يا أخي، أيوة، وأنت ما اسمك يا أخي؟ فيقول اسمي محمود، وهكذا. لكن نشوف هنا أسماء وعائشة، فيقول ما اسمك ولا ما اسمك؟ ما اسمك يا أختي، يا أختي، يا أختي. يقول اسمي إيش؟ أسماء. أسماء. وأنت ما اسمك يا أختي؟ فتقول اسمي ميم أسماء عائشة. أيوة، عائشة، نعم، جميل. فإخوة هنا المثال موجود، example هكذا، وأنت تفعل نفس الشيء، هذا يسمى محاكاة، هكذا، محاكاة هكذا. طيب، فيقول هنا بعد ذلك كيف أنت يا أخي؟ فيقول أنا بخير والحمد لله، وأنت؟ فيقول وأنا كذلك بخير وفي أحسن حال. يا إخوة، ما معنى وأنا كذلك؟ يا مثلا إيش؟ أنا هندي، والأخ يقول وأنا هندي كذلك، كذلك يعني أيضا، يعني me too، يعني also. أنا كلمة كذلك هكذا، خذ معي. تقول أنا مصري، أو أنا طبيب يعني دكتور، وأخي طبيب. ممكن نقول أيضا، أو ممكن نقول كذلك أيضا، وكذلك يعني also، نفس الشيء. أنا طبيب وأخي طبيب، ممكن تقول أيضا also أو كذلك، هكذا. فيقول، يقول كيف أنت يا أخي؟ المذكر تقول كيف أنت، والمؤنث كيف أنت. طيب، كيف أنت يا أخي؟ فقال أنا بخير والحمد لله، وأنت؟ قال وأنا كذلك بخير وفي أحسن حال. وفي أحسن حال يعني أنا يعني very good يعني. طيب، بعدها المؤنث الآن قال كيف أنت يا أختي؟ فتقول
أنا بخير والحمد لله، وأنت تقول وأنا كذلك بخير وفي أحسن حال. كلمة كذلك يعني أيضا، يعني also، وهكذا. واضح يا إخوة؟ إخوة الكرام واضح؟ واضح أستاذ. طيب يا إخوة، هنا يقول، انظر معي هنا جيدا، يقول أكمل كما في الأمثلة. أكمل يعني complete، كما في الأمثلة يعني مثل هذه الأمثلة examples. فعند هنا ما جنسيتك أو ما جنسيتك، ما معناها؟ شوف معي، شوف ما جنسيتك، يعني what's your nationality. نفس الشيء معناها من أين أنت. ما جنسيتك لو مذكر نقول ما جنسيتك، لو مؤنث ما جنسيتك. طيب معناها من أين أنت، يعني where are you from، أو من أين أنت لو كان مؤنثا. فما جنسيتك يعني what's your nationality، نفس الشيء من أين أنت يعني where are you from. طيب بارك الله فيكم. الآن هذا سؤال question، كيف الجواب؟ الجواب يا إخوة، ما جنسيتك؟ تقول أنا هندي، أو تقول أنا من الهند. فلما أقول لك بارك الله فيك ما جنسيتك، وتقول أنا هندي، أنا فرنسي، أنا باكستاني. طيب لكن من أين أنت؟ تقول أنا من الهندي، أنا من الصومالي، أنا من السوداني. فيا إخوة بارك الله فيكم، إذا قلت أنا من، فهنا تأتي البلد يعني country. إذا قلت أنا فقط فهنا تأتي الجنسية nationality. يا إخوة أقول مرة أخرى بارك الله فيكم، إذا قلت أنا فقط فهنا جنسية يعني nationality، أنا هندي، لا تقول أنا الهند خطأ، أنا مصر خطأ، أنا الصومال خطأ، لا أنا من الصومال. فإذا قلت أنا من أكذا لازم يأتي بعدها البلد، البلد يعني country. لكن إذا قلت أنا فقط خلاص يأتي بعدها الجنسية nationality. واضح يا إخوة؟ واضح. أنا أحياناً sometimes أسأل الإخوة أقول له يا أخي من أين أنت؟ يقول أنا الهند. كيف أنت الهند؟ أنت من الهند ليس أنا الهند، أنا من الهند. طيب بعدها بارك الله فيكم، شوف يا إخوة، ما المذكر نقول ما جنسيتك يا أخي، والمؤنث ما جنسيتك يا أختي، أو من أين أنت يا أخي، أو من أين أنت يا أختي لو كان مؤنثا. طيب إذا قلت أنا فقط فتقول أنا فرنسي، لكن لو قلت أنا من تقول أنا من فرنسا. شوف أنا صومالي، لكن لو قلت أنا من فيأتي بعدها الصومال. أنا مصري، أنا من مصر.
وهكذا. أنا سعودي، أنا من السعودية. طيب جميل. طيب أسأل الشيخ رضوان. شيخ رضوان، ها، أنا من المغرب. عفوا، أنا ليبي، أنا من لبنان. أنا من ليبيا. ليبيا، نعم. طيب شيخ عبد اللطيف، أنا من الجزائر. أنا جزائري. جزائري، جزائري. أنا من الجزائري، يعني نعم أنا جزائري، أنا من الجزائر. طيب جزائر كيف؟ أنا من الجزائري. كيف أنا؟ كيف؟ أنا من الجزائري. أيوة، خطأ. أنا من الجزائر، يعني I am from Algeria. أوكي، Algeria. أيوة، هنا بارك الله فيكم. نعم، فتقول أنا جزائري. شوف معي الآن، أنا جزائري، أو تقول أنا من الجزائر. فلو قلت لك ما جنسيتك، ممكن تقول أنا جزائري، أو ممكن تقول أنا من الجزائر القرية. واضح يا إخوة؟ واضح، شكرا، جزاك الله. الله يحفظك، أمين، الله يحفظك. طيب شوف يا إخوة، بارك الله فيكم. طيب الشيخ صادق، أنا من المغرب. هنا أقول إيش؟ أنا إيش؟ أنا مغربي. أحسنت، أنا مغربي. طيب الآن الشيخ زياد، أنا بريطاني. أنا من بريطاني. أيوة، أنا من بريطاني. طيب أنا من بريطانيا. طيب الشيخ بارك الله فيكم، الشيخ محمد سالم، أنا أمريكي. أنا من أمريكي. أنا من أمريكا. أمريكا، أيوة. طيب الشيخ عبد اللطيف، أنا هنا وأنا من هنا، أنت كما تحب، as you like. أنا أنا هندي. أنا من إنديا. أحسن، أنا هندي، أنا من الهند. من الهند، شكرا. نعم صحيح. طيب جميل. طيب الشيخ محمد أزهار، أنا كازاخي. أنا من أنا من الخزكي. أنا من كازاخستان. أنا من كازاخستان. نعم، أنا كازاخي، يعني من كازاخستان يعني. طيب جميل. الشيخ رياض. طيب الشيخ رياض، نعم. أنا أذربي. ما معنى أذربي؟ أذربي هذا وطن دولي هذا؟ لا، أذربي يعني أذربيجان. أذربيجان، أيوة. أنا من أذربيجان. أيوة، نعم. شوف معي الآن هنا هكذا، شوف، أنا أذربي، بعدها أنا من أذربيجان. أذربي، أنا من أذربيجان. طيب
طيب مع الاخوه نعم. طيب جميل. بعدها يقول هنا هكذا تقول إذا قلت أنا فقط بارك الله فيكم فتقول أنا مصري أنا من مصر، لا تقول أنا مصر أو أنا من مصري، لا خطأ، أنا مصري أنا من مصر. إذا قلت أنا من فهنا لازم البلد country. طيب جميل. طيب يا أخو هنا يقول شارك زملائك في محاكاة الحوار التالي. يا إخوة كلمة زملاء، كلمة زملاء جمع زملاء يعني كثير بلورال، ما المفرد بارك الله فيكم؟ زميل. زميل أيوة زميل. ما معنى زميل؟ زميل فعل. أيوة زميل يعني هل زميل صديق؟ أيوة نعم صديق. لا ليس الزميل ليس صديقا. أيوة الزميل يعني يكون معي في نفس العمل، أنا معلم وهو معلم، أنا طبيب وهو طبيب، أنا مهندس وهو مهندس. أما أنا ما لكن قليل قليل كوليج. نعم هكذا كوليج صح. أيوة لكن الصديق لا، يعني الزميل لازم يكون في نفس العمل، أنا في الشركة هو في الشركة، أنا دكتور هو دكتور هكذا. لكن صديق ممكن أنا دكتور هو معلم، ممكن أنا مهندس وهو دكتور، ممكن أنا يعني حلاق باربر وممكن هو يكون مثلا معلم تيتشر وهكذا، وممكن يكون ها أنا مصري وهو هندي. الصديق نعم أيوة، لكن الزميل لا. مع إخوة الصديق غير الزميل، الزميل يكون في نفس العمل، نفس العمل يعني أنا مثلا في العمل عندي صديق مصري وصديق سعودي وصديق سوري وصديق عفوا زميل، زميل مصري وزميل سعودي وزميل سوري كلهم نفس العمل، ممكن أنا لا أعرف اسمه، يعني مثلا هذا زميلي في الشركة اسمه إيش الله أعلم، طيب هو مصري ولا سوري الله أعلم. فالزميل ليس مثل الصديق، لكن الصديق لا، الصديق هذا صديقي my friend، فكل يوم أتكلم معه وأعرف ما اسمه أين هو كم عمره أين أبوه أين أولاده هكذا صديق. واضح يا إخوة؟ نعم. طيب جميل. يقول بعدها بارك الله فيكم هنا يقول كم بلغت من عمرك يا أخي. يا إخوة قلنا كم بلغت من عمرك معناها كم عمرك يعني هو old are you، لكن في اللغة العربية الأحسن لا تقل كم عمرك إنما قل كم بلغت من عمرك. كم كم بلغت من عمرك هكذا. هذا سؤال، فالجواب تقول
بلغت مثلا 30 عاما. عاما يعني سنة، يعني year. بلغت 30 عاما، 30 سنة. طيب فكم بلغت من عمرك؟ نفس الشيء، كم عمرك، لكن في اللغة العربية الأحسن تقول كم بلغت من عمرك. فيقول هنا بلغت من عمري 28 عاما، فقال أهلا وسهلا بك يا أخي، يعني ويلكم يعني. فيقول بعدها بارك الله فيك يا أخي، سررت بلقائك. معنى سررت بلقائك يعني أنا فرح، يعني I am very happy with you أو nice to meet you. سررت بلقائك يعني أنا فرح بلقائك. هذا طبعا مذكر. المؤنث تقول سررت بلقائك. طيب هذا مذكر. المؤنث يقول كم بلغت من عمرك يا زينب، فتقول بلغت من عمري 23 عاما. بلغت من عمري 23 عاما. فتقول أسماء أهلا وسهلا بك. شوف المذكر نقول بك، لكن المؤنث نقول بك. قالت زينب بارك الله فيك. شوف المذكر نقول بارك الله فيك، لكن المؤنث نقول بارك الله فيك. هنا المذكر تقول سررت بلقائك، والمؤنث تقول سررت بلقائك، هكذا. فنفس الشيء يا أخوة. طيب يقول هنا جابر وهنا عامر. طيب فيقول هنا المذكر يا أخوة، نقول كم بلغت ولا كم بلغت؟ بلغت من عمرك. كم بلغت من عمرك يا أخي؟ فيقول بلغت، أو يا جابر، يا جابر، فيقول بلغت من عمري، عمري 23 عاما. بلغت مثلا، نعم هكذا. طيب فيقول أهلا وسهلا بك يا جابر، فيقول بارك الله فيك يا عامر، سررت بلقائك. طيب الآن لو نجعل حوارا ديالوج بين الشيخ عبد اللطيف والشيخ صادق. الشيخ عبد اللطيف هكذا تفضل. كيف كم بلغت من عمري يا صديق؟ صديق بلغت من عمري 23 عاما. اهلا وسهلا بك يا صديق، سررت بلقائك. أحسن، هكذا. طيب جميل، وهكذا يا أخوة. طيب إخوة، الآن بارك الله فيكم، نريد أن نفعل مثل هذا. هذا مهم جدا جدا جدا. يعني كلمة اسم أو كلمة كتاب أو كلمة باب أو كلمة بيت مع أنا ونحن وأنت وأنت، كيف نفعل؟ شوف الآن معي بارك الله فيكم على السبورة. شوف يا إخوة، الآن مثلا الآن معي، الآن لو أكتب كلمة مثلا كتاب، هذه الكلمة
أريدها مع كلمة أنا. ونحن وأنت وأنت. كلمة كتاب هذه، كلمة بيت، كلمة صديق، هكذا. شوفوا كلمة كتاب وبعدها أنا أو بعدها نحن أو بعدها أنت أو بعدها أنت. طيب شوف الآن بارك الله فيكم، كتاب وبعدها أنا، هل أقول كتاب أنا أو أقول كتابي؟ كتابي. أيوة، يعني أنا يتغير، change into if، تقول كتابي هكذا. شوف كتاب كتاب كتاب. طيب كنا مثلا كلمة بيت، كنا مثلا كلمة صديق. طيب نفس الشيء هكذا، بيت بيتي. نعم بيتنا. نعم بيتك. بيتك بيتك. نعم. طيب شوف نفس الشيء، صديق هنا، صديق هنا، صديق هنا، صديق. شوف يا أخو لما تقول كتاب وبعدها أنا لا تقول كتاب أنا، لا تقول كتابي. طيب كتاب وبعدها نحن، لا نقول كتاب نحن، لا كتابنا، مثل ربنا نبينا نفس الشيء. كتاب بعدها أنت أقول كتابك، يعني أنت تكون ك. كتاب بعدها أنت تقول كتابك، مثل اسمك واسمك. نفس الشيء بيت، بيت مع أنا تقول بيتي. طيب بيت مع نحن تقول بيتنا، يعني نحن تكون نا وأنا تكون إي. طيب بيت مع أنت، أنت تكون ك، بيتك. بيت مع أنت، أنت تكون كي، تقول بيتك. واضح يا إخوة؟ الحمد لله. طيب صديق، صديق وبعدها أنا، لا تقول صديق أنا، لا صديقي، يعني أنا يتغير إلى إي. طيب صديق وبعدها نحن، صديقنا. صديق وبعدها أنت، صديقك. صديق وبعدها أنت، صديقك. واضح؟ نعم الحمد لله. طيب فهذا إخوة الله يبارك فيكم، شوف يا إخوة، اقرأ يا شيخ محمد أزهار. اسم، اسمي، اسمنا، اسمك. أيوة اسمك. جميل. طيب هنا الشيخ زياد. كتاب، كتابي، كتابنا، كتابك، كتابك. نعم. طيب الشيخ محمد سالم. حقيبة، حقيبة، حقيبتي، حقيبتما، حقيبتنا، حقيبتك، حقيبتك. نعم هكذا. طيب يعني أنا تتغير إلى إي، ونحن تتغير إلى نا، وأنت تتغير إلى ك،
وأنت تتغير إلى كي وهكذا. طيب الآن نذهب للشيخ رضوان. شيخ رضوان تفضل. نعم أستاذ. دفتر مع أنا دفتري أيوة مع نحن دفترنا دفترك دفترك طيب الشيخ عبد اللطيف معلم معلمك طيب نذهب للشيخ زياد. شيخ زياد معلمتك طيب نذهب للشيخ الشيخ محمد أزهار. قدمي ايوه قدمك لا قال قدمي ليس قتا قال قلامك قلمك ممتاز. طيب نذهب للشيخ عزام. شيخ عزام بيت بيتي بيتنا بيتك بيتك نعم. طيب نذهب للشيخ رضوان. فطيرتك طيب جميل. طيب أنا آخر واحد الشيخ عبد اللطيف. لعبة لعبتي ممتاز. يعني لعبة مع أنا تقول لعبتي، مع نحن لعباتنا، مع أنت لعباتك، مع أنت لعباتك، وهكذا. معي أخوة. شكرا أنتم معي. إخوة تسمعون؟ نعم أستاذ. طيب فهنا إخوة شوف معي الآن، هذه كلها اسمها إيش؟ أنا ونحن وأنت وأنت، كل هذه اسمها ضمائر، يعني pronouns. pronouns. طيب طبعا هنا أنا ضمير، وإي اسمي برضو ضمير،
يعني هذه أنا ضمير وأيضا هذه إي ضمير، لكن هذه أنا ونحن وأنت وأنت هذا الضمير منفصل يعني separated، لكن إي ونا وكا وكي هذا ضمير متصل يعني connected. أيوة، فهذا اسم ضمير منفصل يعني separated، وهنا إي ونا وكا وكي هذا ضمير متصل. هذا طبعا إن شاء الله في درس القادم إن شاء الله أقول لكم هذا الفرق، يعني the difference between الضمير المنفصل والضمير المتصل. طيب يا إخوة، إخوة تسمعون؟ نعم طيب إن شاء الله يا إخوة سنقف هنا عند درس الأصوات، هذا الدرس هنا نقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم إن شاء الله بارك الله فيكم يوم الجمعة بعد العشاء مباشرة دايركت إن شاء الله. طيب أستاذ، ممكن يوم الجمعة الساعة 7 الساعة 9 هذا أحسن، الساعة 7 بعد المغرب. هل ممكن؟ لا الساعة لا الساعة 7 صباح. صباح صباح الساعة 9:30 أول كلام. طيب يعني ساعة الجمعة الساعة 7؟ لا عندي عمل والله، عندي درس مع الإخوة. الساعة 9 9 9 9 صباح 9 9 لا شوف يا إخوة ليش 9 قبل 9، يعني الساعة مثلا بارك الله فيكم 8:30 بالضبط. 8:30 لأن أنا عندي الساعة 7 إلى الساعة 8 درس، وثم بعد ذلك 8:30 نبدأ وفينش الساعة 8:30 9:30 لأني عندي الدرس آخر 9:30 إن شاء الله. طيب أستاذ ساعة ساعة 8:30 أيوة 8 إلى 9:30. نعم نعم ما في مشكلة، هذا ممكن، هذا ممكن أحسن. نعم طيب. طيب يا إخوة إخوة تسمعون؟ أيوة. طيب بارك الله فيكم يا إخوة، صلى الله أن يبارك فيكم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين آمين، بارك الله، جزاك الله خير أستاذ. وإياكم حفظكم الله ورعاكم، بارك الله فيكم. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.